بسم الله الرحمن الرحيم. انك تلاقي شغلة امينة ومضمونة اليوم فالشي هذا جدا نادر. اليوم الالوريان شركة الالوريان موجودة يمنا، والكبسولة الذكية صارت بمتناول ايد المريض العراقي بكل اريحية. هلا الكبسولة الذكية هي هاي ورمة تنزل بالمعدة تحول الى هذا الحجم. شو راح تنزل هاي الكبسولة؟ عبارة عن كبسولة صغيرونة قدد حبة الزيتون بالضبط الحجم مالتها. هاي حبة الزيتونة بالضبط. هاي بتنبلع يبلعها المريض هنا بالعيادة، وبعدين تنفخ عن طريق هذا السلك، تتحول الى بالونة بهذا الحجم، تبقى داخل المعدة فترة عمرها 4 أشهر. خلال هاي 4 أشهر المريض اذا التزم بالتعليمات الغذائية ممكن تنزله من 10 إلى 20-23 كيلو. هلا قلنا شغلة امينة ومضمونة. امينة لويش؟ لانه سهولة البلع وشغلة بسيطة بالعيادة، ما تاخذ المريض اكثر من 5 دقائق. ومضمونة لويش؟ لانه الوكيل مالتها موجود هنا بالعراق، والحد الان الشركة هاي ما متقلدة، يعني ما كل المنتج هذا امريكي براند، ما كل منتج منه صيني ولا منتج منه روسي. تجي هاي مغلفة بهذا الشكل، تنفتح هنا بيد الجراح، والوكيل مالتها موجود بالعراق، يعني اي شيء زايده ناقصه ممكن نتواصل وياه بشكل مباشر، والناس كلش متفهمين للامور، وعندهم خبيره تغذيه بتبقى تتابع ويانا بهاي الامور. فنتمنى انه نكون قدمنا اقصى ما وصل اليه الطب في عالم السمنه، وجبناه بين ايد المريض العراقي لانه يستاهل كل شيء.